السيدة أميرة حان استفادت من شقة بمشروع عرصة الرحمة. السيد بن الله علاوي استفاد من مشروع بحي بعرصة الرحمة. رضوان الموري استفاد من شقة في مشروع حدائق العالية. السيد سعيد أشهبون يتسلم مشاهدة الاستفادة. السيدة عائشة المعاشي وتسلم لها شهادة الاستفادة. أنا عارف أول صفوف القوات المسلحة الملكية، أنا كنت كن في العنق بروك ديال المخازنية. الحمد لله استفدنا بشقاق، استفدت أنا، خلصت الواجبات اللي هي مفروضة عليا، خلصتها وخديت السوار ديال الشقة ديالي. الحمد لله وراني فرحان أنا وليداتي. عطاوني في العالية، الله يحفظهم، الله يعاونهم، الملك ديالنا الله يحفظه. شتها مشيت تقلبتها وعجبتني وراها عطاوني السرير ديالها. الله يحيي لنا ملكنا ويرضي عليه، عطانا الدويرات نعيشوا فيهم حتى نموتوا إن شاء الله. شديتها في العالية الحمد لله، الله يخلف عليه، عندي 100 سنة عندي الحمد لله. زوينة علاش ما زوينة؟ وخاك ما عندنا الفلوس قلال، ما عندناش الفلوس، ما عندناش، ما عندناش كريمة، ما عندناش أولاد، ما عنديش أولاد، ولكن الحمد لله خلصت لي بنتي اللي خلصت عليها تماني عيشة، هي اللي خلصت عليها الله يرضي عليها ويسترها ويعاونها.